السابعة مساء بتوقيت العاصمة أنجمينا نشرة رئيسية لهذا المساء، أهلا وسهلا بكم. استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمكتبه، استقبل السيد جان مارك المبعوث السامي للاتحاد الأوروبي لدى الساحل، حيث تركز اللقاء حول تكثيف الجهود الجماعية من أجل محاربة الإرهاب في المنطقة. الحبيب حامد. توصيات وقرارات قمة مدينة بروكسل العاصمة البلجيكية والتي تناولت إمكانية تفعيل ودعم القوات الساحلية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل هي كانت بيت قصيب من المقابلة التي جمعت فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع المبعوث السامي للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل السفير جان مارك شتينغا. وتناولت المقابلة أيضا التشاور ووضع النقاط في الحروب على ما جاء من سطور في قمة بروكسل التي كانت في أواخر شهر فبراير الماضي. المقابلة كانت بحضور وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي سيد شريف محمد زين، والوزير المندوب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال بشار عيسى جاد الله، ومدير المكتب العسكري لفخامة رئيس الجمهورية الجنرال محمد روزي، والأمين العام لرئاسة الجمهورية جان برنار باداري. وعلى مدار ساعة كاملة نقل المبعوث الأوروبي لدى الساحل إلى فخامة رئيس الجمهورية كل ما توصلوا إليه من قرارات ومشاورات من أجل القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة في دول الساحل، إضافة إلى التهريب والهجرة غير الشرعية والعديد من المشاكل والتحديات التي تواجه دول الساحل. وعقب خروجه من المقابلة ثمن السيد جان مارك جهود الحكومة التشادية عبر فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من أجل محاربة الإرهاب، وقال جمهورية تشاد تلعب دورا محوري ومهم في القضاء على الإرهاب، ونحن نشكل كتلة قوية من أجل التصدي لهذه الظاهرة، ويجب كذلك بأن تكون الجهود جهودا جماعية وعالمية من أجل رفع التحديات التي تواجه منطقة الساحل. وتطرقنا أيضا مع فخامة رئيس الجمهورية على العديد من المشاكل التي تواجه دول الساحل، المشاكل الصحية والبيئية والاقتصادية ومشاكل البؤس والفقر وغيرها، ولابد من رفع كل هذه التحديات التي تهمنا جميعا. رافق المبعوث الأوروبي في هذه المقابلة سفير الجمهورية الفرنسية لدى البلاد السيد فليب لاكوست وعدد من مستشاري المبعوث الأوروبي لدى الساحل. قدم صباح اليوم سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى البلاد أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. كانت المناسبة بالقصر الرئاسي بحضور وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي شريف محمد زين. الحبيب حامد مجددا. مناسبة تقديم أوراق اعتماد سفير جمهورية جنوب أفريقيا الجديد لدى البلاد كانت بحضور وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي سيد شريف محمد زين، والأمين العام لرئاسة الجمهورية سيد جان برنار باداري، ومدير المكتب المدني لفخامة رئيس الجمهورية إيسا علي طهر، ومستشار فخامته في الشؤون الدبلوماسية مختار بابا دهب. السيد تيتوس ماكلان رابع سفير لجمهورية جنوب أفريقيا في البلاد مع إقامة دائمة في العاصمة أنجمينا. وقبل اعتماده سفيرا مفوضا مطلق الصلاحية لبلاده في تشاد شغل عدة مناصب وزارية في بلاده، وكان من كبار رجال القوات المسلحة في جنوب أفريقيا برتبة فريق ركن. مناسبة تقديم أوراق الاعتماد سمحت للسيد تيتوس بأن يستعرض مع فخامته مجمل القضايا الإقليمية الراهنة وأبرزها تقوية العلاقات بين البلاد وجمهورية جنوب أفريقيا في مختلف المجالات الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية. وأكد السيد تيتوس بأنه سيعمل على تقوية العلاقات بين بلاده وتشاد، وخاصة تلك التي تتعلق بمجالات التنمية، ويعمل أيضا على تفعيل الأجندة الأفريقية للتنمية والتي تتعلق بتطوير السبل الكفيلة لرفاهية الشعوب. التقى صباح اليوم وزير الثقافة والشباب والرياضة جيبير يونس مع مهني الحرف اليدوية للتباحث معهم في القضايا المتعلقة بعملهم، ويأتي هذا اللقاء لقاء الوزير هذا ضمن سلسلة لقاءات عقدها سابقا مع الرياضيين والفنانين والممثلين والثقافيين. عز الدين الأمين. ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير الثقافة الشباب والرياضة جبير يونس مع مختلف الاتحادات والجمعيات والكيانات التي تمثل الرياضيين والفنانين والممثلين والعاملين في حقل الثقافة بشكل عام بغرض بحث قضاياهم والمشاكل التي تعترض سير عملهم، فقد التقى اليوم مع أصحاب الحرف اليدوية، وقد سهل اللقاء مباشرة بكلمة الوزير الذي دعا الحرفيين إلى إعادة ترتيب جمعية تمثلهم بعد أن حلت الجمعية التي كانت تجمعهم سابقا، وحثهم كذلك إلى ضرورة أخذ تصاريح حتى يتمكن أصحاب الجمعيات الصغيرة من المشاركة في أعمال الجمعية العمومية المزمع انعقادها قريبا. وقال الوزير إن الجمعيات المنضوية تحت جمعية مهني الحرف اليدوية لا تمتلك أي تصاريح،
وهذا ما قد يمنعهم من المشاركة. وقد منحهم الوزير مدة أسبوعين لاستكمال إجراءات أخذ التصاريح، وقد وعدهم كذلك بحجز مكان خاص لعرض منتجاتهم في مطار حسن جاموس الدولي حتى يتمكن السياح القادمون والمسافرون من اقتناء منتج الحرف التجارية. هذا وقد تدخل المشاركون بتوجيه أسئلة للوزير، وقد رد عليها قطعا بأن هذا اللقاء تنويري فقط لما يجب عليهم القيام به، وأن المتطلبات ستلبى بعد عقد الجمعية العمومية وتشكيل المكتب الجديد. ترأس حاكم إقليم البطحاء علي آدم افتتاح أعمال الورشة العلمية حول الثروة الحيوانية بإقليم البطحاء التي نظمت الورشة من قبل المندوبية الإقليمية للتنمية الريفية. محمد طاهر الحر. نزلاء المستشفى المركزي لمدينة أم حجر يستقبلون ممثلة مؤسسة القلب الكبير في البطحة سعاد إبراهيم، جاءت برفقة محافظ مقاطعة البطحة الشرقية السيدة جماد مقراس من أجل مؤازرة المرضى معنويا وماديا، وفي نفس الوقت تشجيع الممرضين الذين رغم الإضراب ما انفكوا يعتنون بالمرضى في مستشفى أم حجر. وقدمت لهم الممثلة مظاريف مالية متفاوتة. جينا اليوم شفنا المرضانين قاعدين والدكاتره قاعدين، ما هذا نمشي ده فينا نلغوا المرضانين، لكن دكتور كده ما نلغوا. خطوة امتدحتها محافظ مقاطعة البطحة الشرقية جماد مقراس. ومن محد الصدفة فقد شهد الوفد إنجاب طفلة أطلق عليها دوها اسم سعاد تيمنا بممثلة مؤسسة القلب الكبير في البطحة. كان هذا تقرير الزميل محمد طاهر جبرين الحر من مدينة آتيا ونشاطات مؤسسة القلب الكبير. قدمت صباح اليوم نائبة اللجنة الاقتصادية والنقد الدولي لدول وسط أفريقيا فاطمة حرم أصيل، قدمت حديثا صحفيا وذلك لانطلاقة أعمال اليوم التفاكري لدول وسط أفريقيا. نتابع ما جاء في حديثها. لقد ظهر هيكل للمجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا المركزية بأنجمينا في بلاد توماي منذ 20 عاما، بعدما تحولت الاتحاد الجمركي لدول إفريقيا المركزية، وذلك بهدف إعادة هيكلة الدولة في دول الإقليم ذات توجه تنموي مبني على اقتصاد قوي الأسس والمبادئ. وقد رأى النور منذ 16 من مارس تحت رقم 22-2008 في إطار الشراكة الدائمة والتكامل الاقتصادي وحرية التنقل وخلق فرص عمل للشباب في دول الإقليم. وللمعلومية أن الشراكة الاقتصادية التي ظهرت باسم المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا المركزية والتي سنناقشها اليوم عبر منظومة اليوم التفاكري في دورتها الحالية تحت شعار تقوية الشراكة في الوسط الشبابي لأجل الوصول إلى التنمية الخاصة والمدعومة من منظومة المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا المركزية، وسينظم بعدها منتديات وندوات يحييها نخبة من المفكرين وأصحاب المعارف بإمكانهم الاستجابة لمتطلبات الوضع الاقتصادي وبصدى أعمق. ترأست صباح اليوم عمدة بلدية أنجمينا مريم جمعة عبيد مناسبة افتتاح أعمال اجتماع العادي الثامن للجنة الفنية لمشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة بالعاصمة أنجمينا وضواحيها. كان ذلك بحضور ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من المعنيين. عائشة أحمد. إن هذا الاجتماع العادي الثامن للجنة الفنية لمشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة بأنجمينا وضواحيها، حيث جاء مواصلة لأعمال مشروع تقوية وتوفير المياه والنظافة بأنجمينا وكذا مشروع الصحة بضواحي العاصمة، والذي نظم من قبل بلدية أنجمينا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. المشاركون في أعمال هذا الاجتماع سيعملون على تقييم المشروعين واعتماد البرنامج وكذا تبادل الآراء حول خلاصة الأعمال والتوصيات. في الكلمة الافتتاحية لعمدة بلدية أنجمينا مريم جمعي بيت طلبت من المشاركين الإسراع في تقديم حصيلة العمل في النصف الأول من المشروعين المحدد في الفترة ما بين الأول من يونيو حتى 31 لعام 2017، وذلك بدراسة التوصيات كي يتثنى لهم العمل بمخرجاته
ولا يفوتنا وأن نذكر بأن هذين المشروعين استؤنف العمل بهما منذ عام 2013. اختتمت أعمال الدورة التي تمت فيها مصادقة على مشروع ميزانية دورة عام 2018 في بلدية الدائرة الثامنة. هارون أبادر. إن البلدية هي الكيان الإداري المخول بتقديم خدمات النظافة وصحة البيئة من خلال عمليات تجميل المدينة، لذا فإن توفير الإمكانات المادية أمر في غاية الأهمية. وفي هذا الصدد عكف مستشارو بلدية الدائرة الثامنة بحضور العمدة فاطمة يحيى لتقييم ميزانية دورة العام 2017 واعتماد مشروع ميزانية دورة العام 2018، حيث بدأت المناسبة بحفل تحدثت فيه عمدة بلدية الدائرة الثامنة فاطمة يحيى، والتي طلبت من المشاركين على اليقظة والتفاكر بجدية من أجل اقتراح حلول لبعض المشاكل التي يواجهها سكان الدائرة. أما المندوب الإداري بالبلدية فقد شكر السلطات العليا بالبلاد والتي أمرت بتمديد فترة عمد البلديات ومستشاريهم، وذلك لتفادي الفراغ الإداري. ووصف العام 2017 بسنة صعبة في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت بعض دول العالم من بينها تشاد، وأكد أن هذه الدورة ستضع في الاعتبار الاحتياطات اللازمة نظرا للحالة التي تمر بها البلاد، وأن مشروع ميزانية هذا العام يصل إلى 911 مليون فرنك سفا من حيث المصروفات والإيرادات. وبعد نقاش مطول توصل المجتمعون إلى المصادقة على مشروع الميزانية. حجينا وبادلنا أفكارنا وكله في يعني في فايدة هنا شعبنا، اتكاتفنا ونطجنا نتيجة هنا الميزانية السنوية هنا سنة 2018. يفترض أن تنظم دورة ميزانية العام 2018 في شهر يناير المنصرم، إلا أن هناك بعض الصعوبات حالت دون ذلك، ولكن لم يفت الأوان بحيث أن اللقاء ركز على ضرورة أخذ هموم المواطنين على محمل الجد. شهد صباح اليوم السوق الأسبوعي لمدينة دربالي الانطلاقة الرسمية لحملة التطعيم ضد مرض الطاعون للأغنام. أطلق الحملة رسميا وزير الثروة الحيوانية دكتور محمد النظيف يوسف. الزميل محمد حسن عبد الرسول عدل لنا هذا التقرير. أطلق وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني دكتور محمد النظيف يوسف رسميا بمركز إداري دربالي الانطلاقة الرسمية لحملة الوطنية لتطعيم الأغنام ضد مرض طاعون الأغنام ومرض أمدريديماد، حيث تستهدف هذه الحملة 10 ملايين رأس من الغنم من إجمالي عدد الأغنام الذي وصل بحسب الإحصاء الأخير 56 مليون رأس من الغنم. وتأتي هذه الحملة وفق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الثروة الحيوانية بالتعاون مع شركاء البلاد مثل البنك العالمي والمشروع الإقليمي لدعم الرعاة في دول الساحل. وتستمر هذه الحملة التي تشمل كافة الأراضي الشادية 45 يوما. وقد جاءت الخطابات تباعا في هذه المناسبة، جميعها ركزت على أهمية عملية التطعيم المواشي، داعين الرعاة ومربي المواشي بصفة عامة بعدم التقاعس والإسراء في إحضار المواشي في مراكز التطعيم الموزعة بكافة الأقاليم والمحافظات والمراكز الإدارية، لأن الوقاية دائما خير من العلاج. سياسة رئيس الجمهورية حاليا كلها منصبة كيف الثروة الحيوانية في تشاد دي تتطور. أنينا موضوع البترول الذي ما قال الإخوة قدامي خلينا طرف. حاليا في تشاد الحمد لله 100 مليون عندنا من البقر والغنم والألبن والخيول خمامنا اللي بتمجا نلعب فوقها. وانتهت المناسبة بجولة وزير الثروة الحيوانية برفقة فني الوزارة داخل سوق الماشية، وذلك لتشجيع الرعاة والتجار المواشي الاهتمام بالتطعيم. تبقى الإشارة بأن سعر تطعيم الغنم الواحد 10 ريال. انطلقت رسميا عملية إحصاء الشخصي لموظفي الدولة بمدينة أم جرس بحضور حاكم إقليم إنيدي الشرق حسن جدة وعدل لنا هذا التقرير. متابعة لعملية إحصاء الموظفين الذي انطلقت مجرياته الاثنين الماضي، والخاص بفحص شهادات الموظفين والمتعاقدين ومعرفة الشهادات المغشوشة والأصلية منها، انطلقت العملية رسميا بإقليم إنيدي الشرق وبالتحديد بحضرة الإقليم مدينة أم جرس، حيث كان أول المسجلين حاكم الإقليم حسن جربو بيرا. ما تعقروه
عملوا ثم انشيار ومكلفين بارفو علينا نعاونكم انتم قدموا خدمتكم. وعليه فقد لبأ موظفي الدولة بالإقليم نداء الحكومة الخاص بالإحصاء، فمنذ الصباح الباكر احتشدوا إلى مقر الحاكم حيث المركز الإقليمي للإحصاء من أجل التسجيل، والكل حاملا معه الملفات الخاصة بالإحصاء والتي تتمثل في قرار التوظيف أو آخر قرار للنقل أو الترقية بالنسبة للموظفين، وقرار التعاقد بالنسبة للمتعاقدين، ونسخة من البطاقة الوطنية أو جواز السفر لكل واحد منهم. قام المدير العام بوزارة البيئة والمياه الصيد بكر رمضان بزيارة تفقدية لصهريج المياه الذي أنشئ بتمويل من مشروع الألفية للتنمية الخاص بمياه الصرف بمياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة بإقليم جرا، وذلك بحضور عدد من أعضاء وفني وزارة. تقرير ديجا أحمد. إطار النشاطات التي تعمل لتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي للسكان، قامت وزارة البيئة والمياه والصيد ببناء صهريج للمياه في مدينة منقلمة بإقليم جيرا بتمويل من مشروع الألفية للتنمية OMD، وذلك بهدف سد احتياجات سكان منقلمة بالمياه الصالحة للشرب. لقينا الماء تحت الأرض كان صعب من البداية، والحمد لله في هذا المشروع ده كان سوينا 5 آبار، وقبل ما نسوي 5 آبار ده عملنا شيء اللي بنادوه بالفرنساوي جيوفيزيك، والحمد لله بعد الجيوفيزيك ده كان 5 آبار اللي سويناها دي كانت آبار ممتية. نطلب من الشعب بكونه يهتموا في الكفين عن الألمي، كون الألمي ده صحيح زي مجان، أسألينا صحيح تمنا زي مجان، لكن في شيء بسيط كده ملموس كده الشعب لازم يدفعه. ومن ثم قام الوفد الزائر من الوزارة بتفقد شبكة الآبار الارتوازية الموصلة بالسهريج وكذا خطوط الإمداد المنزلي. الجيسيون ده ما الميري تجري ولا الأسوسياسيون الأصل بطول الجيرو جيسيون ده حصة حكومة قررت جيسيون هنا شاتو يسوي جيسيون ديليغي جيسيون بريفي، الجيسيون بريفي حصة في كادر هنا البروجي ده اللي هنا شيلنا اسبلاتان للمنقلمة. هذا فإن مدة بناء الصهريج قد استغرق 18 شهرا، وسيتم تدشين الصهريج رسميا إلى الجهات المختصة في القريب العاجل. ترأست مساء أمس رئيسة النساء التاجرات مريم داود الجلسة التفكرية التي نظمت لصالح النساء التاجرات. كانت المناسبة بحضور ممثلي التجمعات النسائية. بحر الدين عبد الشافي. ختاما للأنشطة الاجتماعية والثقافية التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فقد أقام اتحاد النساء التاجرات لقاء تفاكريا حول أنشطة الخدمات الاقتصادية والتنموية. شاركت فيه ممثلو التجمعات النسائية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية، وذلك لدراسة برنامج مشاريع طرق الاستثمار والسعي إلى فتح فرص لتدريب المرأة وتأهيلها ومشاركتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. أي مرة اليوم الأمين بس التعب الكثير في راسه، دول قاعدين في الهراي، دول قاعدين في الشارع، بيدا كله هسعة قاعدين نطلبوا من الله ومن الحكومة ينطونا مارشي مودرن بارتنير يقنوا لنا، وكل كل أمين تندسوا في الدول. تجدر الإشارة إلى أن رئيسة اتحاد النساء التاجرات حثت النساء التاجرات العاملة عبر التجمعات الاقتصادية مواصلة الحملات التوعية والمشاركة في برنامج النظافة العامة في الحارات والمربعات بدوائر العاصمة أنجمينا لأجل تحقيق بيئة نظيفة ومريحة. انطلقت رسميا صباح اليوم أنشطة جمعية شركات التأمين في تشاد عبر مؤتمر صحفي مشترك لأعضاء الجمعية بدار الصحافة. حسن جدة. تنضوي تحت هذه الجمعية 3 شركات للتأمين، وهي ستار ناسيونال،
سهر للتأمين إلى جانب شركة تأمين في جاد. فعبر هذا المؤتمر الصحفي الذي استمر زهاء ساعة ونصف انطلقت رسميا أنشطة هذه الجمعية المهنية المسمى بجمعية شركة التأمين في جاد والتي تعرف اختصارا بأسد. هذا وقد تطرق المؤتمرون إلى مهام وأحداث الجمعية وخططها المستقبلية، وعليه فقد اتضح خلال مداخلاتهم بأنه ستصحب الانطلاق حملات توعوية للمواطنين حول ثقافة التأمين وما له من أهمية بالغة بالنسبة لهم. وما يمكننا الإشارة إليه أن التأمين هو وسيلة لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الإنسان في حياته، وذلك عبر تسجيل ممتلكاته القيمة أيا كان نوعها. افتتحت مساء أمس الأمينة العامة النائبة بوزارة المرأة والأسرة التضامن الوطني أعمال افتتحت فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر الكنسي للنساء المسيحيات في جادة. جرت المناسبة بالكنيسة الإنجيلية بالدائرة السادسة. محمود موسى الفيل. جاء هذا المؤتمر الكنسي الذي نظمته كنيسة إيدين في دورته الثامنة بهدف توعية وتدريب النساء المسيحيات حول التمسك بالقيم ومبادئ الدين المسيحي وتعليم الإنجيل، وذلك عبر تنظيم القداسة والطقوس الكنسية والصلوات الإنجيلية. رئيسة اللجنة التنظيمية لمؤتمر النساء المسيحيات بتشاد ناتالين إمبيتي في مستحل حديثها شكرت الحاضرات على مشاركتهن في المؤتمر، طالبة منهن التركيز والاهتمام وعدم التخلف لأجل الاستفادة من المؤتمر، بغية الخروج بنتائج وتوصيات تخدم المصلحة العامة لأتباع الديانة المسيحية. أما من جانب الأمينة العامة النائبة لوزارة المرأة الأسرة والتضامن الوطني ممثلة للوزيرة السيدة نوبانديسيم أبولين خلال كلمتها الافتتاحية لأعمال المؤتمر قالت إن مثل هذه الأنشطة تدخل في إطار تقويم السلوك وتمكين المرأة في المجتمع، وأن شعار هذا المؤتمر جاء مماثلا لشعار الأسبوع الوطني للمرأة التشادية دورة 2018 الذي كان حافلا بالأنشطة المتنوعة لصالح المرأة. وفي نهاية حديثها طلبت الأمينة العامة من النساء المشاركات المواصلة في مسيرتهن هذه. وللمعلومية فإن هذا المؤتمر شارك فيه عدد من النساء المسيحيات اللائي قدمن من دولة الكاميرون والكونغو، بالإضافة إلى نساء بعض الأقاليم بالبلاد يمثلن بعضا من الكنائس الإنجيلية، ويستمر لمدة 6 أيام على التوالي. وللتذكير إن هذا المؤتمر بدأ تنظيمه منذ العام 2010. بعد أن وقعت الحكومة ونقابة المعلمين والباحثين على مذكرة تفاهم لمباشرة الدراسة، تحدث مساء اليوم مسؤول بالحوار عن المراحل التي أدت الوصول إلى هذا الاتفاق. جزء من حديثه. دي مرة سوينا فيها قرة يعني ودونا كي دي مرة أنا بس سينا دي مرة قبال كله بريزانة سينيس بس سواء دي مرة قبل شغل أبا سمين ورشونك وارا قم أسوسيا لنا فوقا دوك من دخلنا فوقا لجينا قدر دا هيرو لي أنسيان دو دوك لو 12 مارس président les d'accord fi démarche là dans fi réunion ouais fi hors du jour point ouais bas la point un accord donc point un accord bas hajena foga ouais bas hajena foga ou reda khalin gbulu namsho fi ministère monsieur fi ministère ko ministre haja fi accord en tant que bas accord garalena min garada parce que le chemin وقول لك ده أخر عدل مهما ما سيئ في كده من ينسى قول لك نقبل بطن في بيرو ندسكتي ونشوف أكون بتات عندنا شغل ده كل فوق آخر ولا شنو كده ده قبلنا في منيسر ومن قبلنا في منيسر قبلنا في سياج من قبلنا في سياج هو بريزدان قال جاي في أمبارا مانداتي وايف منينا chargé de négociation et revendication syndicale da ana da amchu gubalen kité min bureau namchu kula ou bas na dalé ministre da khalas ana mandaté na du misiké chargé de négociation gay di le renab d'accord da ana khazat na foga da bas da do ministre ana finance ministre de la fonction publique dina fi rectorat
كمان عن نسيان كان ديكلاراسيون اخرين قال لي قلت له انا بريزيدون انا كيما نعرفو شو قال جاي سيدي انا كيما نعرفو. افتتح صباح اليوم محافظ مقاطعة شاري بحر حسن السوق الأسبوعي لقرية جميزة، كان ذلك بحضور السلطات الإدارية والتقليدية بالمنطقة. عبد الله هارون. مساحة تقدر بأكثر من هكتارين هو المكان المخصص للسوق الأسبوعي بقرية جميزة بمقاطعة شاري، وبهذا الصدد جاءت الانطلاقة الرسمية لافتتاح هذا السوق الأسبوعي من قبل السلطات التقليدية والإدارية والعسكرية في هذه المنطقة. في خطابه رئيس اللجنة التنظيمية حسن فاضل رحب وهنع الجميع بمناسبة الافتتاح الرسمي لممارسة الأنشطة التجارية المحلية ما بين القرى المجاورة وقرية جميزة، طالبا من السلطات العسكرية بضرورة توفير الأمن لمزاولة العمل التجاري بكل حرية. من جهته سلطان مندلية محمد مؤمن أوضح أهمية التجارة وما تعود به من منفعة ومكاسب تجارية للسلطات المحلية والمواطنين على حد سواء، وحث الجميع بالتعاون والتعايش السلمي. بدوره رئيس مركز إداري مقاطعة الشاري بحر حسن طمعن سكان القرى والبوادي الذين يمارسون العمل التجاري بتوفير الأمن لهم. سوق ده ألوم ذهابا جينا فيه افتتاح نخط لكم أسكر لي سكريزي لكم سكانكم وانتو البلامات والشعب الآخرين الكاتفو وابن سكو أديل من ناهية هنا الإدارة كم عندكم صعوبات ليل ونهار مكتبي فاتي لكم والبيت فاتي تعالوا لي. عقب ذلك قام رئيس مركز إداري مقاطعة شاري بقص الشريط الذي يعبر عن الانطلاقة الرسمية لمزاولة العمل والنشاط التجاري بالسوق الأسبوعي لقرية جميزة. وحول الملتقى الوطني الشامل للإصلاح المؤسساتي الذي حدد تاريخه ليكون في 19 من شهر مارس، وسيشارك في هذا الملتقى جميع الكيانات التجارية، فما هي هذه الكيانات المشاركة وكيف يتم دعوتها لهذا الملتقى؟ الإجابة على هذا السؤال في تقرير الزميل خليل حسن. هنا وبالتحديد في 15 من يناير لعام 1993 جرت فعاليات المؤتمر الوطني المستقل والذي تمخضت منه إصلاحات دستورية ووضعت فيه قرارات إصلاحية نتج عنها تعزيز الديمقراطية ولم شمل الأمة التشادية. أها هو للمرة الثانية سيحتضن قصر 15 من يناير الملتقى الوطني الشامل للإصلاح المؤسساتي، حيث يضم هذا الملتقى جميع الأطياف التشادية للتشاور والحوار ووضع خطط مستحدثة يتم من خلالها بناء مستقبل واعد. فمن أين ولدت فكرة الملتقى وكيف بدأت لتترجم على أرض الواقع؟ بداية الملتقى ده يعني الحملة الانتخابية الماضية، رئيس الجمهورية هو يسوي الاقتراح ده، ومدام الشعب انتخبه لازم الاقتراح ده يتنفس، يعني ممكن بعدين نرتكز فيه لأجل تحسين الدستور الحالي الجاري. لن يكون ملتقا شاملا إذا ما لم تشارك فيه جهات متنوعة من الأسرة التشادية. المدعيين هم ممثلين الهيئات المنظمات المؤسسات الوطنية، تقريبا 36 مؤسسة دعيناها في هذا الملتقى، مؤسسات وطنية من ضمنهم المؤسسات الكبرى والمجتمع المدني الأحزاب السياسية السلطات التقليدية وجميع المؤسسات يعني تمثل الشباب تمثل النساء وتمثل يعني الشركاء في النشاطات يعني لأجل تنمية بلدنا. الملتقى الوطني الشامل للإصلاح المؤسساتي يؤمل منه الكثير في تحديد مصير الشعب التشادي وإصلاح ما فسد في سابق السنين والأعوام،
وسيكون نقطة تحول يتم خلالها تحديث بنود دستور يتلائم مع مجريات الساعة ويوافق المواثيق القارية والدولية. يذكر أن الملتقى سينظم في 19 من مارس وحتى 27 من الشهر نفسه بقصر 15 من يناير. ترأس مؤخرا حاكم إقليم إنيدي شرق حفل تخريج الدفعة الأولى لحفظة كتاب الله الكريم من خلوة بردبة لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، وذلك بقرية بردبة التي تبعد بحوالي 6 كيلومترات عن مدينة أمجرس. التفاصيل لدى حسن جدة. بعد 6 سنوات من إنشاء هذه الخلوة الواقعة في قرية بردبة على بعد 6 كيلومترات من مدينة أم جرس، حاضرة إقليم إنيدي شرق يأتي تخريج هؤلاء الطلاب الخمس من بين 75 طالب من الخلوة، حيث يمثلون الدفعة الأولى لهذا الكيان التعليمي الذي أنشئ منذ العام 2012. خطابات عدة قدمت خلال حفل توزيع الشهادات لهؤلاء الخريجين. اللجنة التنظيمية إمام الخلوة إلى جانب ممثل المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية الشيخ مهاجر حسن، من ثم جاء خطاب حاكم إقليم إنيدي شرق حسن جيروبو بيراء الذي قدمه نيابة عنه توم جيرو. باري أنت بقيت الراجل هفزت القرآن، قرآن أنت كان هفزت باري سنة سنتين يطلع من عقلك إلا في المتابعة، وإنت هفزت القرآن تقول أنا هفزت القرآن، لو ما عمدت التفسير، لو ما علمت التفسير، لو ما غيرت الفقه، ما عمدت شيء. عقب ذلك وزعت شهادات حفظ القرآن الكريم للخريجين تحت أنظار أسرهم وممثلي مختلف الخلاوي القرآنية بإنيدي شرق. أعزائي المشاهدين، كان هذا كل ما لدينا لهذا المساء، إلى أن ألتقيكم مجددا في أمان الله.